نواصل ونواصل مع الجولة الثالثة والسؤال الثالث المضروب بنقطتين. أهلاً وسهلاً أعزائي المشاهدين، والآن نحن في الجولة الثالثة والسؤال الثالث. فضل صديقي أنس وأخت نور، تفضلي يايا. أهلا وسهلا. ست نور شلونك؟ الحمد لله تمام. احكي لنا شوي عن نفسك بشكل سريع. محامية نور العلوي، محافظة بغداد، خريجة جامعة مستنصرية كلية القانون. أعمل أزاول مهنة المحاماة بالوقت الحالي. واليوم ماذا تفعلين هنا؟ اليوم أنا جاية أشارك بالبرنامج مع زملائي وإن شاء الله أفوز بالجائزة. إن شاء الله. ونفس الشيء تمنياتنا للأستاذ أنس وعائد القدو بالفوز. أستاذ أنس مرحبا بك. أهلا وسهلا. الاسم والاختصاص والهوايات؟ أنا أنس إبراهيم. خريج كلية التربية الرياضية. وهواياتك؟ هوايات الرياضة. طبعا الرياضة. واضح طبعا طبعا. طيب خلينا إذا نروح إلى السؤال الثالث اللي هو مضروب في يعني مرتين، النقطة تصير مرتين مضاعفة، وإيد وراء الظهر وإيد على الطاولة، ونقول السؤال الثالث هو: اذكر مادة يمكن أن يستخدمها النحات. النحات ماذا يستخدم؟ اذكر مادة واحدة يمكن أن يستخدمها النحات. المنشار. المنشار. المنشار يكون موجود. المنشار خطأ، هذا يمكن النجار، بس النحات عنده أشياء أخرى ممكن يستخدمها. خلينا نشوف ست نور. الطين. الطين. نعم. خلينا نشوف. الطين وهو أعلى احتمال لأنه هي المادة اللي يعتمدها النحات في عمله. شكرا أستاذ أنس. طمّي شف نور ونجي. نجي على القائد. القائد اذكر لي مادة يمكن أن يستخدمها النحات. الماء. الماء. ماء خطأ. ثمان احتمالات، خلينا نشوف. شو تقول أستاذ أحمد؟ القوالب. القوالب اللي يثبت فيها التمثال راح ينحته. القوالب خطأ. الخطأ الثاني، وممكن تفكرون أنتم أيضا وياي بمعرفة الاحتمالات. ست عبير. الألوان. نعم. الألوان والخطأ الثالث. ونذهب إذن إلى عائلة القدو، لأنه الألوان يستخدمها التشكيل الرسام وليس النحات. القدو. القدو أستاذ عامر أنت شو تقول؟ تقول لي أحد المواد التي يمكن أن يستخدمها النحات في عمله. الخشب. الخشب. نعم يعني اللوحة مالته. نعم. أنس. الجص. أستاذ أنس. مادة الجص. مادة الجص. أوكي. وأستاذ علي. قلم التنقير. قلم التنقير. الآن الجواب يمج. الصخور. ها؟ الصخور. الصخور الجبلية. الحجر. أي الصخور أو الحجر. خلينا نشوف. الحجر، الصخور، هل يستخدم النحات؟ نعم، لأنه المادة الأساسية اللي يستخدمها النحات طين، حجر، صخر، نحاس، ألمنيوم، حديد. وخلينا نشوف الاحتمالات الموجودة. أنا على اعتباري أعرفها بس ما أعرف الاحتمالات الموجودة. جزء ما تطلع. خلينا نشوف. الألمنيوم. بعد الشمع.